السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المشاهدين الأكارم في كل مكان. حلقة جديدة من مشاوير، ودائما بنقول مشاوير محطات للتواصل الاجتماعي، بنحاول من خلالها التوثيق لكافة الاحتفالات والكرنفالات الاجتماعية الثقافية وغيرها. سعيدين جدا أن نكون بالمهندسين بمحلات الغانم، المحلات الكبرى الرائدة في مجالات عدة، كل ما يختص بالأسرة الصغيرة والكبيرة. اليوم نفتتح معاهم قسم الملابس، نسعد جدا بالفقرات المتنوعة، حنتجول في العديد من الأقسام، العطور، الأواني ومختلف أقسام الغانم لمستلزمات الأسرة، العديد من الفقرات فقط تابعوا. محلات الغانم إحدى المشاريع اللي بتدعم الاقتصاد الوطني بمختلف الأقسام المتنوعة، تسهيل لكل العملاء يجدوا ما يحتاجونه داخل محلات الغانم من أثاث وديكور وأواني منزلية وملابس. سعيدة جدا إنه نلتقي حاجة بخيتة، أنا سعيدة بها، هي الوالدة والمفكر والعقل المدبر، ويعني النجاح كله ينسب لها. سعيدين بيكي ومساء الخير عليك. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بقيت استطاعها وأم والدة أم البنون. يا سلام عليكي، كل النجاح ده ينسب ليكي. الحاجة بخيتة، يعني علمتي الأولاد ما شاء الله وكبرتيهم، واليوم انت بتشهدي ثمرة هذا النجاح، المحلات المختلفة، النجاح الباهر، وانتو ضيوف عزاز. حابة تقولي شنو عن محلات الغانم بأقسام المختلفة؟ أنا بخيتة استطاع، أنا عافي من وليداتي، العفو يديهم، يبارك فيهم، يملأ قلوبهم إيمان، يملأ قلوبهم الرحمن، يا رب العالمين، يهدون على الصلاة، ويهدون على العمل الصالح، يهدون على الزكاة، نجون شر العين، نجون شر الدين، نجون شر المستخب في الغيب، يفتح عليهم فتحا صمدانيا، يفتح عليهم فتحا ربانيا، يديهم العافية ويعلمنا القرآن إن شاء الله يا رب العالمين. وعايزين نتكلم كلمة كده في حق محلات الغانم. الغانمي مكان جميل ومكان أواني، والعدة التي كلها جميلة، والعدة التي كلها أنيقة، وكلها ما فيها أي حاجة. يعني شايفاك اشتريتي يا خالتي بخيتة، ما خليتي حاجة. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكر الله على نعمته التي تمه عليها. الحمد لله، وإن شاء الله ربنا يبارك لكم ويزيدكم. برضو نلتقي ملكة العطور الحاجة مال عيسى، أنا سعيدة بيكي ومساء الخير عليكي، ونتكلم عن الغانم في الأمسية الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول بسم الله الذي لا يضغ بعد اسمه شيء في الأرض وفي السماء، هو السميع العليم. ربنا يحفظهم ويزيدهم ويبارك ليهم. الغانم هو غانم بجد، يعني العدة دايراها التقديم، لو داي تلت تتفضل، والحامل تتفضل، والعندها فرح ومناسبة تتفضل على ضمان حجامال. الملابس، المفارش، البطاطين داي تقدم صدقات، البطانية بخمسة ألف وأربعة ألف وثلاثة ألف، في بطانية داي تتغطى في السقط. جميع من لبس الملابس بتاع العرايس، بتاعة البنات، الشباب، كل ما تتمنوا. اللعبات بتاعت الأطفال موجودة، الكراسي موجودة، الثياب موجودة، كل ما تتمنوا حتلقوه في الغانم. حبابكم عشرة، حبابكم عشرة، تخفيضات هائلة، تخفيضات اليومين ديلا، السنة الجديدة تخفيضات هائلة. شكرا جزيلا ملكة العطور حجة أمال، وأيضا نلتقي الحجة ملكة عبد الرحمن، أنا سعيدة بيك ومساء الخير عليك. والليلة أنتم منورين الغانم، الاحتفال الكبير والتخفيضات الهائلة لكل مستلزمات الأسرة. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملكة فتح الرحمن طه. يعني قدر ما تشكر الغانم وتمدحه ما بقدر أدوه كفايته بالكامل،
ونحن النسوان الكبار بنريد الحاجة السمحة، الحاجة المميزة. إذا داير عدة المطبخ وكلها ما تجي حاجة وما تتكسر ولا تتخرب ولا تصدي ولا تجي حاجة، أنا بلقى كل محتوياتي مرة كبيرة لما نخش الغانم بتكفي من أي شيء. وإذا جيت في قسم المفروشات واخترت الملايات برضو بختار الملايات الغامقة، الملايات الحلوة، السجاجات. نحن النسوان الكبار يا أختي أنا ما بتعجبني إلا لما نخش الغانم بكفينا عن أي شيء أنا دايرة. ببرك هنا مستكفية من أي شيء، الحمد لله. بالتأكيد الغانم مكان شامل وكامل للتسوق المنزلي، كل احتياجات المرأة العصرية في بيتها. أيضا نلتقي الحاجة سموس عيسى، مرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبي محمد. الغانم أنا أقول الغانم هو شملة، شامل أي حاجة، ملتزمات أي زول دائرة. البخش بألف يخش، ود عنده مليار يخش، أي للمسكين الضعيف يخش والغني يخش. مبروك لي هو حجة سامية. أنا سعيدة بيكي حق سامي عيسى، سعيدين بيكي اليوم. انتم ما شاء الله تبارك الله كأسرة مجتمعين في النجاح ده، وربنا إن شاء الله يزيدكم. السلام عليكم، أنا سامي عيسى طه. والله الغانم ما في أي كلام، أي حاجة نحن بتاعة رمضان بنجي نشتريها من الغانم، والعدة والكبابي والترامس، وكل الناس بتشكر الغانم، ما في أي كلام، والحمد لله. إن شاء الله ربنا يزيدكم ويبارك. الغانم محلات مميزة، محلات مختلفة، محلات شاملة لكل التفاصيل الجميلة، الأجسام المتعددة، الأواني المنزلية، الأساس والملابس، قسم الكوزمتيك، التجميل بكافة المستحضرات المختلفة. هي دعوة للجميع. أيضا نسعد جدا أنه نلتقي بالحاجة، نتعرف عليك. حبلي سطاه، مرحب بيكي ومساء الخير عليكي. وحابة تقولي شنو في الغانم؟ والله الغانم جميلة وفيها حاجات جميلة، وفيها بطاطين وفيها جلاليب وفيها دفايات وفيها أي حاجة. وهذا عليه ولاد أختي، إن شاء الله رزقهم ربنا يزيد. كان في السماء يستخرج، كان في الأرض يقتل. يدهن العافي، دوام العافي، النعمة بالعافي، الشكر على العافي. وشه النور، قفاه النور، يدين النور، كرعين النور، ربنا يدهن العافي. اللهم امين يا رب العالمين. دعوات صادقات وجميلات، اسره مميزه، اسره يعني تمتاز او يحفهم الحب والتقدير والامتنان لبعضهم. يمكن ده سر النجاح الكبير. نحن بنبارك لهم افتتاح الغانم بكافه انواعه، نتمنى لهم ان شاء الله مزيد من التوفيق. مشاهدينا في كل مكان، ما زلنا متواصلين معكم من خلال مشاويرنا من داخل محلات الغانم للاساس والديكور والاواني المنزليه. سعيدة جدا انه التقي مدير قسم الاواني المنزليه الاستاذه هاله الهادي، مرحبا بك. مرحبا بك اغنة النيل الازرق. بنرحب بكل المستمعين والمشاهدين هنا عندنا في الغانم، في معرض الغانم المهندسين، عندنا فرع في شرق النيل. اهلا بك يا هاله. وفي البدايه عايزين نتكلم عن الغانم وعن اقسام الغانم، ويعني محل شامل متكامل لكل افراد الاسره، كل ما تحتاجه الاسره العصريه موجود هنا. عايزين توري المشاهدين الاقسام والفروع وتفاصيل محلات الغانم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغانم للاساس والديكور، عندنا قسم الاواني المنزليه، وفي قسم التجميل، وفي قسم الملابس النسائية والرجالية، وعندنا أطفال، وفوق عندنا الأساس، وعاملين عروضات بمناسبة نهاية السنة، عروضات ظريفة جدا، في تخفيضات توصل 50%. ومرحب بكل الزوار، إن شاء الله نرحب بهم كلهم. نعم، بالنسبة لقسم الأواني المنزلية بالتأكيد قسم للنساء خاصة. عايزة أتكلم عن علاقتكم بالزبونات، وكيف بتتعاملوا معاهم، والتخفيضات، الهدايا الموجودة، الحاجات اللي ما ممكن يلقوها في الأسواق العادية. أيوة، معرض الغانم طبعا بيقدم هدايا كبيرة وهدايا قيمة، عندنا سحوبات، وإن شاء الله يعني
تنتظرونا شوية كده في اللايف إن شاء الله هتشوفوا تخفيضات وفي مجموعة من الهدايا هتتقدم للناس إن شاء الله. زينا متواصلين معاكم مشاهدينا في كل مكان من داخل محلات الغانم للأساس والديكور والأواني المنزلية. سعيدة جدا إنه نلتقي الأستاذة مها علي صالح مشرف عام بالمحلات، سعيدين بيك ومرحب بك. السلام عليكم، معكم مها علي صالح مشرف عام محلات القانم فرع المهندسين. الله يخليك تسلم، مرحبا. اهلا بك يا مها، وفي البداية عايزين نتكلم عن محلات الغانم واقسامها المتعددة والاحتفال اليوم والاضافة الجديدة لمحلات الغانم. عندنا اليوم ان شاء الله افتتاح ثلاثة اقسام، القسم الرجالي والقسم النسائي وقسم العبايات، وما زالت تخفيضاتنا مستمرة. أسعاركم بالنسبة للسوق وللمولات وللمحلات الأخرى؟ والله أسعارنا ظريفة شديد مقارنة بالمحلات الأخرى، وتخفيضاتنا ظريفة وجودة أحلى، والحمد لله وصلت الحاوية التركية وإن شاء الله يعني. إذن دي دعوة يا مها لكل السيدات، طبعا الموضوع ده بيختص أكثر بالسيدات، يعني لو الأواني المنزلية، الملابس، التفاصيل دي كلها اهتمامات السيدات. هي دعوة لكل السيدات اللي بتابعونا لمحلات الغانم، يجي يزوروا ويتنوروا، بالتأكيد حيلقوا تخفيضات جميلة. صح إن شاء الله زورونا، تخفيضاتنا من 10% إن شاء الله لحد 50%، وجودة حلوة، وإن شاء الله عندنا الحاوية التركية والحاوية الصينية، وإن شاء الله يعني تلقوا. لي سعيدة إنه نلتقي أستاذ الحاج عبد الله رئيس قسم الملابس، مرحب بك ومساء الخير عليك. أهلا وسهلا بك وأهلا بقناة النيل الأزرق، وأحني زبائننا الكرام بمناسبة العيد الجميل، ونقول لهم عندنا لكم مفاجآت هائلة في تحطيم الأسعار. إن شاء الله عندنا تخفيضات تصل إلى نسبة 50%، ونتمنى يعني كل زبائن الغاني يزورونا في الأيام الجاية إن شاء الله. نعم. بداية أنا أستاذ الحاج عايزين نتكلم عن الغانم بتفاصيله وأقسامه المتعددة والافتتاح الجديد لقسم الملابس والتخفيضات من أجل العملاء الكرام. طيب نحن في قسم الملابس هنا طبعا عندنا أقسام جديدة اللي هي أقسام السيدات، وعندنا الزي الإسلامي وكل مستلزمات المرأة يعني العصرية إن شاء الله هنا توفرت في الغانم وبجودة عالية، يعني أنا أقول يعني بجودة عالية وبتحطيم للأسعار. أما ثانيا عندنا قسم الرجالي وهو طبعا الماركات العالمية، يعني ده شغل خاص يعني ما أي حاجة في السوق ولا كذا، دي ماركات عالمية. وعندنا تاني قسم البيبي برضو بجودة عالية وبأسعار، يعني بتكلم عن الأسعار أهم حاجة، الأسعار نحن محطمين الأسعار بأرقام يعني قياسية، يعني كل الأسعار نحن عندنا أسعار ما شاء الله، يعني نقول لكل زبون جاي الغانم والله حتكون مفاجأة، أسعارنا مفاجأة. نحن ما بنتكلم في الغناء وكذا، لكن لما الزبون يجي بيعرف الأسعار الحقيقية. نحن طبعا في السنة دي عندنا تحطيم للأسعار. الحاجة اليوم تحديدا احتفالات الغانم بافتتاح قسم الملابس، بالتأكيد دي دعوة للجميع لمتابعتنا والتعرف على الغانم من قريب، كل مستلزمات الأسرة العصرية. كلمنا اليوم بخصوص الاحتفال وتفاصيل الاحتفال. طبعا احنا اليوم عندنا اقسام جديده اللي هي قسم السيدات اللي هو افتتح جديد يعني، وعندنا قسم الرجالي، دي اقسام جديده ويعني بموديلات حديثه وبتصميم يعني ما تصميم تقليدي، اللي هو تصميم يعني على شركات عالميه، هذا الجديد لدينا يعني. وفي نفس الوقت انا بقول الاسعار يعني ما شاء الله يعني اسعار حلوه وخامات جميله ماركات عالميه. تسلمي، شكرا لك وشكرا لقناتين الازرق جدا. الأستاذ جلال معتصم المدير التنفيذي، مرحب بك. مرحب بكم ومرحب بقناة النيل الأزرق، وشرفتونا ومنوريننا في محلات الغانم، ونتمنى نقضي فترة سعيدة مع بعض ونوضح لكل الزبائن وعملائنا الكرام بما هو جديد، ونوافقهم إن شاء الله بكل التفاصيل. أهلا بك أستاذ جلال، ومبروك الافتتاح الأقسام المتعددة محلات الغانم، محلات شاملة فيها العديد من الأقسام، كل ما تحتاج الأسرة والتفاصيل اللي بتخص المرأة العصرية من أواني منزلية، ملابس، أحذية وغيرها، أساسات منزلية. عايزين نتكلم عن الغانم كمؤسسة، بتين بدت ولكم كم سنة في المجال ده؟ الله يبارك فيك. حقيقة نحن ابتداء الغانم افتتاحها كان في 2013، فكنا
في البداية بنشتغل في الأواني بصورة يعني على الشكل النطاق الضيق، فبعد ذلك الحمد لله رب العالمين إنه طورنا الجسم وأصبحت أجسام متعددة. ونحن الآن يعني في افتتاح 5 أجسام جديدة في الملابس تحديدا. طبعا افتتحنا قبل فترة قسم جديد مستحضرات التجميل كوزمتيك بصورة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن إنها حاجة ممتازة وحاجة عصرية يعني مواكبة لكل الأجيال. نحن حاليا مفتتحين 5 أقسام في الملابس، منها الملابس الرجالية والملابس النسائية وقسم المحجبات والملابس الداخلية للجنسين موجودة عندنا، ونطمن زبائننا وعملائنا الكرام إنه جميع أقسامنا وجميع ما نقدمه في هذه الأقسام هي خامات ماركات معروفة كواليتي عالية جدا بجودة عالية جدا، بالإضافة لأن حاليا كلها تركية وده نحن بنبصم عليه وما حد يعني يقول غير كذا، لأنه نحن دي مستوردين حاجاتنا وواثقين فيها وواثقين في تفاصيلنا إن شاء الله. أهداف المحلات يعني كل مؤسسة عندها فكرة عندها بداية عندها أهداف، بالتأكيد رؤيتكم واضحة تجاه الأهداف وتجاه تقديم خدمات للأسرة، خدمات بجودة عالية بأسعار أقل، حريصين على إرضاء كل العملاء. والله هدفنا هو من البداية أن احنا استهدفنا زي ما بقولوا أسرنا وأهلنا وعملائنا وكل الشعب السوداني، إنه نحن نوفر له كل ما هو يحتاجه تحت سقف واحد ويكون بتفاصيل ترضيه وترضي أسرته وترضي تفاصيله. تمام، لذلك افتتاح 5 أقسام والحدث اللي نحن فيه حاليا بنتحدث فيه إنه هو كان زي حلم لنا في إنه الغانم يكون مكتمل بكامل التفاصيل. يعني انا من الناس اللي كان بيؤلمني جدا انه يجيني عميل يعني بياخذ ملابس اطفال ويكون عايز حاجه له وهو ما يكون فيه الحاجه دي متوفره له، فالحمد لله رب العالمين ان احنا وفرنا جميع ما تحتاجه الاسره السودانيه من الاواني المنزليه ومن الملابس ومن المستحضرات التجميل ومن المحجبات ومن جميع الاقسام. فلذلك نحن سعيدين غاية السعادة باكتمال حلمنا اللي ظللنا بنعمل من أجله بصورة دؤوبة، فالفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ومن بعد ذلك لأستاذ رؤساء مجلس الإدارة وقفوا معنا ونحن عملنا بصورة دؤوبة، وكان إصطاف يستحق يعني أننا أشكره في هذه اللحظة، إصطاف الغانم بكامل الإصطاف من موظفين وموظفات من مساعدين لنا في الإدارة من إدارة مالية من كل التفاصيل. من جديد متواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، سعيد أن ألتقي أستاذ أبو بكر عثمان مدير قسم الأساس، مرحب بك. بنرحب بقناة النيل الأزرق في دارهم العامر الغانم، بنقدم عروض كبيرة ونتمنى لهم يعني رفقة كويسة في دارهم العامر الغانم. مرحب بك أبو بكر، عايزين نتكلم عن قسم الأساس بتفاصيله وما يحتوي هذا القسم. طيب نحن الليلة حنتكلم في قسم الأساس. نحن في الغانم عندنا الجزء الدمياطي فيه تخفيضات كبيرة، وعندنا برضو الجزء التركي، عندنا غرف نوم ماليزية، عندنا غرف نوم تركية، عندنا أساس دمياطي، ديل كلهم فيهم تخفيضات كبيرة بتصل ما بين 20% ل 30% من التخفيضات. نعم، بالنسبة للتخفيضات واكتساب العملاء والدعوة لكل الناس اللي بتشاهدنا، عايزين نتكلم عن تفاصيل التخفيضات وزمنها، هل التخفيضات دي مفتوحة ولا عندها زمن معين؟ طبعا نحن بدينا حملة في السوشيال ميديا عن الغانم والتعريف بالغانم كحملة تسويقية بتتكلم عن الغانم، وعندنا عروض كبيرة بدت من يوم 17 ولحد نهاية السنة، وإن شاء الله لقدام حيكون عندنا تخفيضات تانية، لأننا نحن حنعمل حاجة اسمها شكاوى، بنود بتاعت شكاوى ومقترحات وكذا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن العملاء. الليلة لدعوة لافتتاح الغانم، الغانم هم عندهم فرعين، يعني من الملاحظات يعني اللي عايزين نتكلم عنها
أسعارهم جميلة جدا جدا جدا، متوفرة فيه كل الأشياء، ما ممكن تكون عايز حاجة ما تلقاها، ممكن تكون ناسي حاجة وتجي تلقاها. الحاجة الثانية زي ما بقولوا متعة التسوق، انت بتخش في جو بارد، العمالة كلها ما شاء الله مكتملة، بيتحركوا معاك بيوروك الأسعار، بتطلع مبسوط 100%، مزيد من التقدم مزيد من التوفق إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا في كل مكان، دي كانت جولة داخل محلات الغانم للأثاث والديكور والأواني المنزلية وكل ما يختص بالأسرة العصرية. سعدنا جدا أن حضرنا معهم الاحتفال، بكده انتهت مشاويرنا، حتى الملتقى في مشاوير أخرى. تحياتي والفريق العامل وفي أمان الله.